دردشة مع المسرحي وبالنسبة للتلفاز جديد شوية الساحة الفنية وغادي نكومونسي فيها ان شاء الله باش نوصلوا ان شاء الله لأبعد نقطة ان شاء الله. المشوار الفني بداية تاعي كانت من مع كشافة من الصغر طالع مع كشافة بعدا خدمت شوية مسارح هذيك من شوية شوية بعدا لقيت عند الأستاذ تاعي محمد ميهوبي اللي تشرفت بالعمل معاه وبعدا بشوية بشوية تنصيت في 2020 على قناة التلفزية ومن ثم بدا مومو يبان بشوية شوية. جديد مومو أكاديمي شو سلسلة سيت كوم ايضا وصل حصل سيت كوم تاني ان شاء الله يا ربي نشهو الاثنين ان شاء الله. بون يوميتي في رمضان بيان سور من الصباح تخدم بعد تجي ترقد تريح شويه بعد تصلي المغرب تاني تلحق بيان سور صلاه لحقوا عليها وبعد شويه تراويح وريحوا شويه وجيبوا تاني هذا الصباح ان شاء الله. الطبق المفضل هما السبحيني بصح راني نقطع فيك شويه أكثر بورك عمي من غير بورك. حاجة طريفة صارت لي في رمضان إفو عندها دو زاني كنت طالع 9 أصباح نهار الزواج تاع رمضان كنت باين في إيميسيون أيا بقيت هكا في البيس هكا شاب بقا تشوف فيها هادشي بانية بالك كاش واحد حقرها ولا حسبتني أنا قال حاجة غير خير مكان والو قلت لي يا ودي نتا اللي باع في التلفزيون قال مي مشهورة واعرة ما قضيتلهاش أنا اللي غاضتني كي عارفني قدام الناس قلت لي كبير ومهلول والله وبمناسبة رمضان ان شاء الله يدخل عليكم بالصحة والعافية والهنا ان شاء الله يا ربي يقدركم وما تنسوش خوتي والله ما تنسوش الفقراء وعاونوا الماكسيموم وما تنسوش التراويح وان شاء الله يا ربي هذا رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة سوتو الصحة.